الدرجة أن ينتزع هذا اللقب، لقب بطل كأس الهواة باستحقاق، بحيث أنه انتصر في جوج المباريتين فيما انتصر فريق رجاء العرائش بمبادرات الترجيحية. إذن توزيع جوائز والكلمة بارك الله عليك. أعطينا شي تصريح حول المباراة. انتظار تتويج النادي وعلى مرحيم قصر كبير. شوف الجامعة كان دوري ممتاز في مدينة العرائش في قصر السعدان، وهذا مباراة السعدان ديال إن شاء الله. نعم، كل موسم يعني كتقوموا بمقاومات اعداديه في بدايه الموسم، والسنه على وفاء الخير هذا الموسم باش يقوم بلاد طنجه بموسم جيد في بطوله القسم الثاني. ان شاء الله مزيان، وان شاء الله تسمح.